نظام التأجير الذكي عبارة عن نظام يسمح السكان وزوار إمارة دبي اليوم في الإمارة بتأجير المركبات بالساعات، المركبات بطريقة ذكية بالساعات من أماكن مختلفة في الإمارة، أهمها محطات المترو. اليوم الهدف من الخدمة هاي تعزيز التكامل مع منظومة المواصلات العامة، بالإضافة أيضا لتقليل نسبة امتلاك الأشخاص للسيارات، وبالتالي تقليل الازدحامات وتقليل التلوث. الخدمة بتكون موجودة، الشخص بإمكانه أن يستأجرها ويرجعها لمحطة المترو، أو بإمكان الشخص أن يستأجرها من محطة المترو ويوقع فيها أي مكان ثاني في مكان يناسبه. الخدمة بتتراوح، سعة تكلفة الخدمة بتتراوح من 20 إلى 30 درهم في الساعة. توقعين إقبال كبير على الخدمة هذه، خاصة في البداية. في البداية بتكون 200 مركبة لشركتين مختلفتين، شركة يو درايف وشركة إيكار، بيشغلوا هم بتشغيل العملية في المرحلة الأولى اللي هي بتكون في يناير 2017. اليوم الشخص يسجل من خلال التطبيق الذكي، بإمكانه أن يفتح السيارة، يوصل له رقم سري، من يفتح السيارة يدخل السيارة في جهاز في السيارة، يدخل الرقم السري في السيارة والسيارة تشتغل.